اول ثلاثة كلوز في الستاندر هم كلوزز غير تطبيقيه، يعني هم عباره عن تعريف واوراق بنت حضرتك بتجهزها في الشركه بس ما لهاش تطبيق فعلي في الشركه، تمام؟ ما لهاش تطبيق عملي يعني، بس احنا بس بنعرف هم بس عباره عن ايه، بس هم ما لهمش تطبيق. اول حاجه السكوب، ده هنا بيشمل النطاق، احنا بنقول النطاق بتاع متطلبات نظام اداره الجوده لاي مؤسسه. احنا هنا بنشرح بس النطاق اللي هو بتاع اداره الجوده فيه. تاني حاجه الريفرنسز، الريفرنسز بتشرح المصطلحات والاساسيات اللي موجوده في الكواليتي مانجمنت سيستم. تالت حاجه الديفينيشنز اللي هي الاساسيات والمفردات اللي بنتعامل بيها في الستاندر. طيب احنا يهمنا ايه في الاساسيات والمفردات في الديفينيشنز دي؟ يهمنا كام حاجة كده عشان لما نشوفهم موجودين في الستاندر نبقى فاهمين هم معناهم ايه. اول حاجة شال بتعني ان ده يعني مطلب الزامي، حاجة مانداتري، ما ينفعش ان انا ما ينفعش الشركة تاخد الشهادة من غير ما تكون مطبقة المطلب ده. شود دي بتعني ان هي توصية. مي بتعني ان هو السماحية بعمل ذلك. كان بمعنى ان هي امكانية، ان حضرتك عندك الامكانية ان انت تعمل ده. نوت بتوضح ان هو توضيح مطلب او شرح للمطلب ده. واخر حاجه نوت انتري اللي هي معلومات اضافيه للكلوز دي، تمام؟ ده كده اول ثلاثه كلوز اللي هم الثلاثه كلوز غير تطبيقي. ندخل بعد كده في الكلوز التطبيق. اول حاجه كونتكست اوف ان اورجانيزيشن، عندنا اربع سب كلوز في الجزء ده. اول حاجه اورجانيزيشن اند اتس context. ده بتسأل شوية هنا الorganization، هنا الايزو بتسأل الorganization شوية أسئلة، بتسألها هل الشركة دي فاهمة هي بتعمل ايه؟ هل هي عارفة النشاط اللي هي بتعمله ده كويس؟ هل هي عارفة النشاط ده بيتعمل ازاي؟ عارفة المنافسين في السوق بتوعها عاملين ازاي؟ هل هي حاطة استراتيجية للعمل ولا لا؟ هل هي عارفة نقاط الضعف بتاعة المنتج او الخدمة اللي هي بتقدمهم؟ هل هي عارفة نقاط القوة بتاعت الخدمة دي أو المنتج اللي هي بتقدمه؟ هل هي عارفة إن في فرص موجودة؟ هل في ريسك موجودة هي عاملة حساب الكلام ده؟ كل الأسئلة دي بتكتشف الأيزو، بتحاول إن هي تفهم هل الشركة عاملة دراسة جدوى فعلا صحيحة للمجال اللي هي داخلة فيه ولا لا؟ هل الشركة فاهمة السياق بتاع السوق اللي هي داخلاه ولا لا؟ الشركة بتعمل دوكيمنت بتسميها بروفايل أو مانيوال عشان تقنع الجهات المنحة ان هي فاهمة السوق كويس، فبتقدر ان هي تقول ان هي عارفة المنافسين بتوعها وبتحدد المنافسين بتوعها في السوق هم مين، بتعرف تحدد نقاط القوة اللي هي بتتميز بالنقاط دي عن كل المنافسين، وهي ليه هي موجودة في السوق، وهي ايه اللي يفرقها هي عن اي منافس تاني، بتعرف تقول ان انا نقاط الضعف اللي عندي كذا وكذا وكذا، وان انا بقدر ان انا اتغلب عليها بالطريقة الفلانية، وان انا عاملة بلان للكلام ده. بتقدر تقول ان هي النشاط بتاعها بتشرح النشاط وتوصفه بطريقة صحيحة وشامل لكل الاكتيفيتيز اللي هي بتعمله، فبالتالي هي هنا بتقدر ان هي توضح السياق بتاع السوق وتوضح طبيعة العمل بتاعتها بشكل كويس علشان نقدر نقول ان هي فعلا عاملة دراسة الجدوى دي صح. فاول حاجة في الكونتكست هنا بنقول ان هي في قدرت ان هي تدرس احوال السوق الخارجيه والداخليه، وان هي تقدر تعمل مونيتور، تقدر تعمل ريفيو لكل الكيس اللي هي شغاله فيه، تمام؟ ادي كده واحد. اتنين انترستد بارتس اللي هم بنسميهم ايه، اللي هم اصحاب المصلحه او المهتمين بالمشروع ده او المهتمين بالمنتج ده. هل هي قادرة ان هي تعرف الانترستد بارت دول فعلا؟ مين هم اصلا الانترستد بارت؟ الانترستد بارت دول هو كل من يؤثر ويتأثر بالمنتج او الخدمة اللي الاورجانيزيشن دي بتعمل. فبالتالي هل هي قادرة ان هي تعرف فعلا مين الانترستد بارت دول بتاعتها؟ هل هي قادرة تعرف الريكويرمنت بتاعتهم وتحددها بشكل صحيح، ويبقى ده فعلا الانبوتس الصحيح للريكويرمنت بتاعت الانترستد بارتس؟ هل هي بتقدر تمانج الريكويرمنت دي وبتقدر تتعامل معاها بطريقه صحيحه ولا لا؟ تمام. فهنا الاسئله اللي بتسالها الايزو او اللي بتبقى حابه ان هي الايزو تتاكد ان الشركه
ملمه بالموضوع ده، ان هي هل هي عارفه انترستد بارت بتوعها ولا لا، هل هي عارفه طلباتهم كويس جدا ولا لا، هل هي بتقدر تمانج الطلبات دي بطريقه صحيحه ولا لا. تمام. ثالث حاجه اللي هو السكوب، هل الشركه دي هتاخد شهاده الايزو على كل المنتجات ولا كل الخدمات اللي هي بتقدمها، ولا هي ممكن ان هي تاخدها عن خدمه واحده او عن منتج واحد هي بتعمله. لا، هي الشركه ممكن ان هي تاخد شهاده الايزو عن خط انتاج واحد او عن خدمه واحده هي بتقدر تقدمها. تمام. فالسكوب هنا لازم تكون الشركه محدده السكوب اللي هتاخد عليه الايزو. احنا مثلا بنتكلم، لو احنا بنتكلم على انجينيرنج كومباني او كونسلتنج كومباني، فهي بتقدر ان هي تقدم خدمات استشاريه في كل المجالات. في شركات بتحدد الخدمه معينه اللي هي بتقدر، اللي هي بتقدمها، اللي هتقدر تاخد عليها الكواليتي، اللي هي مثلا السوبرفيجن. مثلا في شركه مثلا من الشركات ممكن تاخد شهاده الايزو على السوبرفيجن بس مش على المانجمنت مثلا. فالسوبرفيجن، وحتى كمان هتلاقيهم في المشاريع اللي هي بتبقى قائمه في الشركه دي، لو الشركه لو السكوب بتاع الشركه دي في البروجكت ده مانجمنت، مش هتلاقيها ان هي بتطبق كل قواعد الكواليتي. ممكن تبقى هتاخد جزء منهم بس مش هتلاقيها بتطبق كل القواعد دي على البروجكت ده. فالبروجكت اللي هتلاقيه بيتكلم عن السوبرفيجن او السكوب بتاع الشركه في السوبرفيجن، هتلاقيها بتطبق عليه الكواليتي، وهتلاقيها بتعمل عليه اوديت، وهتلاقيها منفذه عليه كل الستاندرد اللي هي متفقه عليها مع الايزو. تمام. فاول حاجه بنقول ان هي لازم تحدد السكوب اللي هتدخل فيه في اللي هتاخد عليه شهاده الايزو. تمام. وبعدين بتقدر ان هي تعدل او ان هي تمانج السكوب ده بطريقه صحيحه علشان يواكب التغيرات بتاعه الايزو. تمام. في بعد كده السؤال الاخير في الكلوز دي، هل الشركه عندها كواليتي مانجمنت ولا لا؟ لو الشركه ما عندهاش كواليتي مانجمنت، طب هي هتاخد شهاده الايزو على ايه؟ فطبيعي مش هتقدر ان هي تاخد شهاده الايزو على حاجه هي اصلا مش عامله لها مانجمنت، هي اصلا مش حاطه سيستم للمانجمنت عندها، مش حاطه سيستم للكواليتي عندها، ازاي هتقدر ان هي تاخد سيرتيفيكت على حاجه مش عندها اصلا؟ فمعنى كده ان هي الشركه مش هتقدر، لو احنا وصلنا للكلوز دي والشركه ما قدرتش تحقق سب كلوز ده، بالتالي هي مش هتقدر تاخد الشهاده تماما. فعندنا هنا شويه متطلبات في الكلوز ده، ان هي بتقول اول حاجه ان هي لازم تنشئ كواليتي مانجمنت سيستم قوي ويكون صحيح ويكون متراجع من الايزو علشان تبقى متاكده ان هي عندها سيستم كويس. لازم تبقى محدده ان هي عندها ايه الانبوتس والاوتبوتس في كل عمليه من العمليات اللي هي شغاله بيها. لازم تكون عامله سيكونس لكل البروسيس اللي شغاله معاها. لازم تكون محدده كريتيريا لكل الطرق والمعاملات اللي هي بتبقى عاملاها بتتعامل معاها عندها في الشركه. لازم تكون محدده الريسورس اللي هتتعامل في الكريتيريا دي او في السيستم ده. تبقى هي مجمعه كل الريسورسز وعارفه ان هي دي الريسورسز اللي هتحتاجها في الجزئيه دي. تبقى محدده الريسبونسبيلتيز والاثوريتي بتاعت كل الاشخاص اللي هيساعدوها في الكواليتي مانجمنت واللي هتقدر تنفذه. الريسك والاوبورتيونتي، لازم تكون برضو محدده كل الريسكات اللي ممكن تقابلها في اي فتره من فترات التشغيل. لازم تكون محدده التشانسز اللي ممكن تقدمها ممكن تقابلها. لازم تكون عامله ايفالويشن لكل البروسيس اللي هي موجوده عندها. لازم كمان تكون عامله امبروفمنت لازم يكون عندها سكشن هي مهتمه بيه للتحسين المستمر طول الوقت في طول العمليه بتاعت الكواليتي مانجر. واخر حاجه اللي هنلاقيها في كل الكلوزز الموجوده عندنا، اللي هي دوكيومنتد انفورميشن. كل السيستم اللي هي بتتعامل بيه لازم يكون دوكيومنتد، علشان لو في حد مشي من مكانه يكون فيه ايفيدنس او يكون فيه حاجه مكتوبه بكل الدوكيومنتس دي. لان احنا هنيجي نشوف في الكلوزز اللي بعد كده ان اي عمليه لا يتم كتابتها هي بتعتبر ان هي ما اتعملتش. فبالنسبه لنا ان documented information هنلاقيها موجوده في كل البروسيس الموجوده عندنا، علشان دي حاجه مهمه جدا ان احنا نحتفظ بيها وان احنا نكتبها. علشان كنا زمان بناخد الايزو بنقول ان الايزو اكتب اللي انت بتعمله واعمل اللي انت كتبته. فده المختصر اللي يعني ده اكتر حاجه احنا بنختصرها في القصه دي. تمام. ندخل بعد كده